إلى السودان، وتزامنا مع الاحتفاء بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنتشر في الميادين التي تقام بها الاحتفالات متاجر حلوى المولد النبوي، وتجد رواجا وإقبالا من الناس، وتصنع الحلويات من السمسم والفول السوداني والطحنية، وأكثرها شهرة على الإطلاق عروس المولد. صحيح سارة؟ صح، أكيد. حلوى المولد أصبحت أحد الطقوس للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف من قبل الأطفال والكبار على حد سواء، كما تتعدد مظاهر المولد من حلقات الذكر والمديح النبوي والأزياء الصوفية المميزة. نتابع التقرير التالي من السودان. مع دخول أول يوم من شهر ربيع الأول، تبدأ احتفالات السودانيين بالمولد النبوي الشريف بصورة كرنفالية تشارك فيها جميع الطرق الصوفية. حلوى المولد واحدة من أبرز مظاهر الاحتفال بالذكرى، تصنع قبل نحو 20 يوما منها، أشهرها السمسمية والفولية وعروس المولد. يعني طبعا بيبدا نظافه وفريز وقشير ونايم، بنبدا وبنشر السمسم والحلمص والفول، ننظفه قبل المولد ب 15 يوم. بعد ما انتهت بنجي في القلي، والحياه طبعا كلها تصنيع يدوي، ما عندها ارتباط بالمولد عروس المولد. احنا برانا كحلوانجيه عشان نرغب الاطفال، بنحاول نلفت انتباههم من البلاستيك لحلوى، نعمل لهم شكل حصان، شكل عروسه. تمثل المناسبة فرصة لجميع فئات المجتمع للاجتماع والتجول بين خيام الطرق الصوفية وشراء الحلويات للأطفال. المولد مناسبة طبعا عظيمة، مناسبة دينية على عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحتفلوا بالمسلمين كل سنة تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم، والسودانيين بطبيعتهم أنهم بحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديد. يجيبوا الأطفال عشان يحتفلوا بعيد الرسول عليه الصلاة والسلام، يأخذوا اللعبات ويأخذوا الحلويات عشان نفسهم تكونوا مطمئنين، يعني نحتفل بها كل سنة إن شاء الله ما نقطع من زيادة. لكل طريقة صوفية نمط وطريقة احتفاء مميزة بسيرة النبي، سواء بالتحلق في حلقات للذكر أو المديح النبوي بالإنشاد مصحوبا بآلة الطار. المظهر الذي ترونه الآن الذي يوافق أيام ربيع هو مظهر احتفائي لموافقة أيام المولد، ولكن نحن في دورنا ومساجدنا ومسايدنا كلها تغرأ السيرة النبوية ليلة الاثنين وليلة الجمعة. الحلوى الصوفية ما هي إلا أسماء، كأنه هو دار واحد، وهذا باب السلام وهذا باب كلها تؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مجتمعين على محبة النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف مشاربه. والمديح ما هو إلا السيرة النبوية العاطرة، ولكن بشكل منظوم. وتنتشر في السودان ساحات في مدنه وقراه تحمل اسم ميدان المولد، تستضيف الاحتفالات سنويا، انشئت بطريقة أهلية منذ عشرات السنين.